أحسن الله إليكم. المرسل سعيد السيد يقول: عندنا بعض طلبة العلم ينفون تقصير الثياب ويقولون إنه ليس بواجب، فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في ذلك توضيحا كاملا، لأن الشباب قد يغترون بمثل قول هؤلاء. تقصير الثياب إلى الكعبين هذا واجب، ونزول الثياب عن الكعبين حرام، إسبال وكبيرة من كبائر الذنوب، قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. أما تقصير الثياب فوق الكعبين إلى نصف الساق فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون الإنسان على ما كان عليه أهل بلده مما لا يخالف السنة. فإذا كان أهل بلده يلبسون إلى الكعبين فإنه يلبس إلى الكعبين لأنهم على سنة، ولا داعي لمخالفتهم في ذلك، ويكون الإنسان قد اشتهر بينهم بالمخالف. وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق فليلبس مثلهم ولا يخالفهم. نعم، لأن كل سنة والحمد لله. ما كان إلى نصف الساق وما بين ذلك إلى الكعبين هذا كله سنة، وإنما المحرم ما نزل عن الكعبين. نعم.